السلام عليكم، اهلا بكم في درس الملاكمه. الضربه الذي لا ترى هي خطيره جدا، هي ممكن ان تكون الضربه القاضيه. واليوم اريكم كيف ممكن تجهز هذه الضربه، ولماذا هي خطيره، ولماذا الضربه الذي لا ترى هي خطيره. ها، لماذا هي هكذا خطيره وممكن تكون قاضيه؟ لان تكون ليس جاهز، انت ليس جاهز لهذه الضربه. مثلا الضربة الذي أنا أرى أن هي تأتي مثلا من الجنب الهوك، أنا ممكن حتى ولو اليد برا ولا أستطيع أدافع، أن الهوك يأتي، ولكن أنا أراها، ما زال أنا جاهز وممكن يعني أجعل العضلات، الجسد يكون جاهز، المخ يكون جاهز، وما زال أخذ الضربة وليس مثل لا أراها، أنا لا أراها وكل شيء ريلاكس، وقوم يأتي الضربة، ها، وممكن تكون الضربة القاضية ويكون شديدة جدا. ماذا ممكن أن تفعل لكي تضرب الضربة قاضية، تجهزها؟ مثلا أنا الآن أضرب اليد اليمين هو الأقوى، ماذا ممكن أن أفعل؟ ها، أنا أخبئها. كيف أخبي هذه الضربة؟ أخبيها لأن أقف، ممكن أن أضرب اليسار وأخبي هذا، أخبي هذا اليد لما يخرج، لكي يخرج أخبيه يخرج بسرعة، بوم، ها، بوم، أخبيه يكون أسرع. وماذا أستطيع أن أخبيه، حتى ماذا ممكن أن أفعل لكي أخبيه أحسن؟ أجعل يدي يكون على عين الخصم، أكون على عين الخصم، يعني أضرب فوق، ها، على العين، أضرب اليسار ودور نفسي شوية، ودور نفسي، وفي لحظة بوم تخرج، ها. ماذا أستطيع أيضا أن أفعل؟ أنني أجعل هذا اليد وغير السرعة، ويكون أحيانا أبدع، يعني بطيء شوية، لأن لو يكون بطيء أمام عيني يكون، ها، البصر يكون أكثر مسكر مقفول. أجعل بطيء شوية، ممكن أسرع وبطيء، ها، أما هو بطيء، وفي لحظة بطيء وبوم، ها، هي تأتي بسرعة اليمين، ها، بوم 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 بوم، ها، يأتي بسرعة. طبعا لو أنت تعمل هذا أكثر من مرات، الملاكم الذكي لما الآخر عنده خبرة سوف يعرف، ها، هو سوف يتعود على هذه الحركة. لما أنت تضرب سريعا، وفي لحظة تضرب بطيء، في لحظة تضرب سريع اليمين، هو يحاسبك، هو ملاكم ذكي، هو يحاسبك، هو يعرف لما أنت تعمل هذه بطيء سوف يكون جاهز. لهذا لازم أن تكون أنت ممكن تعمل واحدة خطوة أكثر، تعمل خدع، ها، أنت ممكن تعمل نفس الحركة، تعمل بطيء، وفي هذا اللحظة، ها، لما هو يظن أنك تخرج اليمين، أنت لا تخرجه، تتركه فقط هكذا، ها، وهو طبعا يظن ويعمل دفاع، يسكر في الأمام، وهو يظن أن اليمين يأتي، ولكن أنت تعمل خطوة إلى الأمام، وممكن تأتي بالحك، ها، هذا يكون خدع. بس ده يعني طبعا لما عندك خبرة وتعرف كيف تعمل خدع، هذا واحد خطوة أكثر. أن لو تتعامل مع بوكسر، مع الملاكم ذكي، أنت ممكن تخدعه أكثر من مرات، تضرب، ها، بطيء وتأتي بوم، ها، مع هذه ممكن تنجح، ممكن يأتي، ممكن لا، ممكن الآخر يحاسب، يعني يعرف، ها، يعرف كيف يعني كيف تتعامل، كيف تعمل. ولهذا أنت ممكن تعمل خدعة، بوم، ها، تذهب فقط دفاع، ترفعه، أنه ممكن هو يحاسب الآن أيضا، هو ممكن يعمل يعني الملاكمة مثل السطرنج، ها، هو ممكن يظن أنت الآن لما أنت تعمل بطيئة، هو الآن يظن أنك تخرج هذه بسرعة، ممكن لقد يكون جاهز للدفاع أو للكونتر أتاك، لكن أنت في هذه اللحظة بوم، ها، تضرب ممكن يسار، ممكن بوم أبركات،
أي شيء يعني. هذا ماذا أردت أن أريكم اليوم. إذا يعجبكم القناة لايك سبسكرايب. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.